فوق ثلث ساعة طالب بإطفائية تجي وما أجا، أجت إطفائية فاضية مية، فوق ثلث ساعات وإحنا وماتت الأطفال وماتت النساء ونحكي وما حد رد علينا ولا حياة اللي منهم. ثلاث ساعات ونحكي وما حد رد علينا. أنا محمود أبو إبراهيم من سوريا. الصبي حمود الصغير غالي ومدلل علي بس مش بإيدي، هذا الغدر أخده مني وعطانا الله والله أخده. لما هيك عرفت العائلة قلت لها بدي روح جيب أغراض من السوق المرج خضرة لناكل، قالت لي روح على السوق. رحت على السوق، وصلت السوق الفرق شي نص ساعة ربع ساعة ثلث ساعة تقريبا. طلعت هيك وإن النار عم تطلع كثير، جيت بركض ما لحقته، كانت النار أخذتنا كلنا هيك. والأم صاحبة الصبي التاني خيو وهربت، ما عاد فيها الطالع التاني، دكت كان نايم حدا. الولد نايم حد من ما عادش بعرف حالي شو بدي أعمل. عمره 2 و3 أشهر. بلاش بيحكيني لغات ما بعرف عليهم. العمامات وقال بيطير العمامات بزت علينا وجار بيطير العمام. عمودة تعلم عد مني جل عد مني ونام وغديت وشبعت وشربت هالماء. ما بعرف الله كيف هيك عمل فيي، والنعمة من الله الحمد لله على كل حال. قلت له كثير كل يوم يجيني من المنام. قلت له مش قلت له كثير من عملنا بقلبي. فرجاني بالمنام ابيض وعلو ابيض وعلو. قال لي عمو ده وينك انت؟ بيقول لي ماما جايك جايك. وما طلت عليه، جيت لطول وهيك من بسط شجر وما شجر ما طلته. حط الله بيني وبينه شجر عالي، وحسيت لك انا بدي اعطي ايدي بايده وما قدرت له. بس بعيط له سمعت صوته لمحت وجهه بالمنام حلو 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 كثير. العمودة تعال بدنا نروح لعند تيتا، بيقول لي يلا ماما جاي. ضل طول لإجاني وما إجاني، ما مسكته بالمنام على هوني مسكت. كل ليلة بيجيني من المنام. خسرت كبير كبير أكتر من خيام من البيوت من المصاري على قلبي من جوا. يلا سمر دشروا، جيب غيره جيب غيره دشروا. يلا مرحبا، حط واحد هنا.